مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو جريل؟ ما هي ميزات جريل؟ ما هو جريل؟ هو مشروع مجتمعي قائم على شبكة فانتوم، تتضمن خارطة الطريق قصيرة المدى الخاصة بنا إطلاق NFT المستوحات من دانتي، والتي تتمثل فائدتها في مشاركة عائدات البروتوكول أثناء نموها. جريل هي شبكة دفع مالية لا مركزية، تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم سلة من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية، مثبتة خوارزميا من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة. تم تصميم داب التطبيق اللامركزي بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين، تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة التي تم بناء نظام جريل بيئي عليها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.